دكتور محمد عبد المسعود رئيس قطاع الاثار المصريه. اتكلمنا عن فعاليه الندوه النهارده. الندوه مهمه جدا لان احنا بنستضيف عالم اثار دكتور زاهي حواس. دكتور زاهي حواس طبعا اللي عمله في الاثار طبعا محدش يقدر ينكره. اشتغل عمل شهره لمصر، ما زال بيعمل دعم لينا في السياحه دلوقتي على الاقل. فاحنا قدام عالم وندوه مهمه جدا، اتكلم عن ذكرياته في الاثار، عن اللي عمله في الاثار، عن رؤيته لما يحدث في الاثار، الازمه والحل في الاثار، لان الاثار المصريه دلوقتي في خطر شديد جدا من ناحيه بقى الاعتداء عليها والسرقه، وده شيء مهم. مفيش تمويل للاثار، في ضائقه ماليه في الاثار لان ما عندهاش رصيد، فدوت يعني يحط الاثار في محك طبعا. ان احنا كلنا لابد ان احنا نتعاون ونتكاتف ونعمل مع بعض كلنا للرد على اي ادعاءات ضد الاثار، وخاصه السرقات اللي احنا بنسمع عنها تبقى سرقات تاريخيه دلوقتي، عينات من الهرم بتتسرق وبتؤدي الى جدال عالمي زي ما بيحصل. الاثار بتاعتنا لابد ان احنا الجيل القادم يعرف ان هو الاثار دي اعز ما نملك. الاثار هي ثروه مصر، وهي اللي عامله يعني تفرد بالنسبه لمصر. مصر من غير الاثار تبقى زيها زي اي دوله، مع احترام الشديد لدول افريقيا على النيل، انما الاثار دي هي اللي عامله لمصر وضع فريد في العالم. العالم كله يحترم مصر، الاثار ليها نسبه كبيره في هذا الاحترام بالنسبه لمصر. سرقه الاثار زادت مع الثوره للاسف الشديد. اللي يقول غير ان الاثار اتضرت بسبب الثوره يبقى بيتكلم كلام مش مظبوط. الاثار اتضرت بسبب الثوره فيما حدث لها من اعتداءات، وفيما حدث لها من سرقات، وفيما حدث لها من فوضى، واخد بال حضرتك؟ يعني الاثار لم تستقر، كل يوم امين عام وكل يوم رئيس وكل يوم وزير، الموضوع صعب يعني في فتره قلاقل. لكن يمكن اللي احنا استفدناه ان عملت وعي ما بين الناس في مواقع الاثار المحيطين بالموقع الاثري نفسه والاثر نفسه، ده سببته الثوره. المتحف المصري اللي حماه الناس، الاقصر اللي حماها الناس، فده شيء نتج بالثوره، ده شيء مهم. يعني الثوره ممكن تكون عينت اولاد كتير جدا من خريجين الاثار، وده برضه شيء مهم جدا ان الناس دول يعني يتعينوا بسبب الثوره، ودول هيبقوا اكبر دافع لخدمه الاثار بعد كده. 8000 خريج اثار يتعينوا في سنه واحده، ده شيء مهم جدا بالنسبه للاثار. تدهور السياحه بسبب الامن، وليس تدهور بسبب الخدمات، بسبب الامن. انا كسائح في العالم وانا شايف مظاهرات في الشوارع وشايف انفجارات وشايف حاجات زي كده، لابد ان انا اتاثر، لان ده سائح جاي يستمتع، مش جاي هو يعيش في وسط جو في حاجه زي كده. فلما الامن يكتمل ويبقى الوضع مستقر، السياحه ستعود، لان السائح ما يقدرش يستغنى عن مصر. السائح اللي بيجي مصر ما هوش جاي للترفيه، السائح اللي هو جاي للبلاج وجاي للاماكن دي يقدر يروح اي دوله في العالم، انما السائح اللي جاي يقصد السياحه الثقافيه الاثار، ده ما بيلاقيهوش الا في مصر بس، وده منتظر حتى يستقر الوضع، وفورا سياتي حتى بدون دعايه. رؤيه حضرتك الاثار المستقبليه؟ رؤيه الاثار انا اثق ان شاء الله ان ربنا هيكون مع مصر، وان زملائي في الاثار يعني اللي هم جداد هيعملوا بكل جد، لان احنا مسؤولين عن تراث مهم جدا. ما اقدرش اقول ان هيحصل اي شيء يعني يعوق مسيره الناس اللي بيشتغلوا في الاثار، لان الاثار مهمه وهم كمان مهمين، ومصر بتملك شيء مهم. فانا متاكد ان شاء الله ان الوضع هيستقر، وان الاثار الدوله هتمولها، لان احنا يعني مولنا الدوله قبل كده، فالدوله لابد ان تتحمل مسؤوليتها الان في تمويل الاثار اللي هي كنوز لمصر.